السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الأعزاء. هيا نتعرف على تفاصيل حدث اليوم. اشتباك بالأيدي وإطلاق نار أثناء رفع التجاوزات جنوب بغداد. أفاد مصدر أمني في بغداد اليوم الجمعة باندلاع اشتباك بين حماية النائب يحيى العفاوي والقوات الأمنية أثناء محاولة الأخير رفع تجاوزات على قطع أراضي في منطقة الدورة جنوبي العاصمة. وقال المصدر أن اشتباكا بالأسلحة والأيدي اندلع ظهر اليوم بين القوات الأمنية وموظفي أمانة بغداد مع حماية النائب في البرلمان يحيى العفاوي. وقال المصدر أن حماية النائب قاموا بالاعتداء على القوات الأمنية وموظفي الأمانة بسبب رفض العفاوي تسليم بعض الأراضي في المنطقة المتجاوز عليها، مدعيا أنها ملكا له، مبينا أن قطع الأراضي تلك قد تم توزيعها قبل سنوات لبعض الضباط، لكن النائب العثاوي لا يعترف بسندتها.